هلا بحس عندنا التدريب الاول اللي يخص موضوع الخبز. اكمل الجواب بوضع كلمه المناسبه في الفراغ. اولا، من الذي طلب الخبز من الرجل؟ الصبي هو الذي طلب الخبز من الرجل. ثانيا، من طلب الطحين من التاجر؟ الخباز، احسنتم، هو الذي طلب الطحين من التاجر. ثالثا، من طلب الحنطة من الفلاح؟ الطحان هو الذي طلب الحنطة من الفلاح. من باع الحنطة للطحان؟ الفلاح هو الذي باع الحنطة للطحان. خامسا، من طحن الحنطة فصار طحينا؟ أحسنتم، الطحان هو الذي طحن الحنطة فصارت طحينا. سادسا، من باع الطحين للخباز؟ التاجر هو الذي باع الطحين للخباز. سابعا، من خبز الطحين فصار خبزا؟ الخباز، أحسنتم، هو الذي خبز الطحين فصار خبزا. لمن باع الخباز الخبز؟ باع الخباز الخبز للرجل. تاسعا، من أخذ الخبز من الرجل؟ الولد هو الذي أخذ الخبز من الرجل. عاشرا، ماذا قال الولد عندما أكل الخبز؟ قال الحمد لله رب العالمين. وأرجوكم تكتبوا لي التدريب مرة واحدة في الدفتر مع الحركات الخط. واضح؟ هذا واجبكم. عندنا التدريب الثاني يتكلم عن أسماء الإشارة للمذكر. أنتم ما تعرفون شنو أسماء إشارة. شنو يعني أسماء إشارة؟ يعني مثلا عاوز قاعد قبالي أو أي أحد قاعد قبالي، أقول هذا عاوز، هذا طالب، هذا تلميذ. هذا إذا كان للمذكر. للمؤنث إيش عندنا؟ هذه مريم، هذه زينب، هذه رحلة، هذه بنت، هذه طفلة. يصير يقول هذا طفلة؟ ما يصير. المذكر إلى شيء والمؤنث إلى شيء. الولدان اثنين، يعني المذكر اثنين. هذا تلميذان، يصير نقول هذه تلميذان. الهاتان للمؤنث، هاتان تلميذتان. لتنتبهون. الجمع قلت لكم من ثلاثة فما فوق. الجمع هؤلاء، تستعمل للمثنى وللمذكر. سلقوسش يعني شنو؟ العفو، للمؤنث وللمذكر. المؤنث منو؟ يعني البنية. المذكر شنو؟ يعني الولد. دائما المؤنث بها تاء التأنيث الساكنة. فتاة. زين؟ هذه بنت، هذه طالبة، هذه تلميذة، هذه طبيبة. يصير أقول هذا طبيبة؟ لا، هذا طبيب، هذا طيار، هذا مهندس، هذا أوس، هذا إبراهيم الخليل، هذه غزل. تلميذتان، هاتان تلميذتان، هذان تلميذان، هؤلاء أطفال، هؤلاء معلمون، هؤلاء أطباء. ماشي؟ هسه راح نحل التدريب اللي يخص أسماء الإشارة للمذكر. ضع هذا، هذان، هؤلاء. فراغ ولد، أحسنتم، هذا ولد. ولدان شنو نقول؟ يصير نقول هذا ولدان، هذه ولدان. خطأ، هذان ولدان. ناعدنا جمع أولاد، شنو نستعمل؟ أحسنتم، هؤلاء. أطفالهم أيضا جمع، هؤلاء. طفل، يصير نقول هذه طفل، هاتان طفل. لا، هو مفرد ومذكر، نستعمل هذا. طفلان مثنى، نستعمل هذان. أحسنتم، هذان تلميذان، هؤلاء تلاميذ، هذا تلميذ. تكتبون فوق أسماء الإشارة للمذكر وتكتبون التدريب بخط واضح مع الحركات مرة واحدة في الدفتر. هذا واجبكم.
عندنا التدريب الثالث. التدريب الثالث أيضا على سماع الإشارة للمؤنث، ديش صار حلينا على من؟ للمذكر. نحط هنا ضع كل، ضع هذه، هاتان، هؤلاء، بنت، شو نحط لها؟ هذا، هاتان، هذه بنت، أحسنتم. وإذا بنتان اثنان شو نحط؟ هاتان، أحسنتم. والهو والبنات نفس المذكر، هؤلاء، هؤلاء تستعمل للمذكر وللمؤنث الجمع. فلاحتان، اثنين فلاحات، شو نقول؟ هاتان، أحسنتم. فلاحة، إيش نستعمل لها؟ إيش نكتب لها؟ هذا فلاحة، هذه فلاحة، هؤلاء فلاحات. سيدات، شو نحط؟ أحسنتم، هؤلاء، لأن جمع. سيدة، شو نخلي؟ هذا سيدة، هاتان سيدة، لا، هذه سيدة. هاتان سيدتان للمثنى المؤنث. تكتبون فوق أهم شيء أسماء الإشارة للمؤنث التدريب الثالث، وتحلوا مثل ما أنا حليت لكم إياه. هذا واجبكم مرة واحدة في الدفتر بخط واضح.